الدين ليس مجرد ظاهر، ليس مجرد ابتسامة باردة ولا حركة ظاهرية. الدين وحدة كاملة، الدين إيمان، آداب، فضائل يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى، تصدر من المؤمن بإخلاص يتوافق فيها الظاهر مع الباطن، يرجو بها الإنسان رضوان الله أولا، ثم يرجو بها القبول في قلوب العباد. لأن المسلم مطالب بالدعوة إلى دين الله، وإن لم يكن إنسان على خلق لا يمكن له أن يدعو، وإن دعا لا تقبل منه الدعوة، لأن الناس الذي يحببها فيك وفيما يصدر عنك هي الأخلاق.